فليكن اتصالك بالله قويا ليزداد إيمانك قوة وثباتا. لا تيأس من روح الله، ولا تنسى باب الله، ولا تنسى رحمة الله. من ظن أن ذنبا لا يتسع لعفو الله فقد ظن بربه ظن السوء. من الذي ينادينا يا ابن آدم؟ من الذي ينادينا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي؟ من الذي ينادينا يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم؟ أليس هو الله؟ إنه الله الذي يرحم التائبين ويشملهم بعفوه ومغفرته وهو خير الغافرين. إنه الله الذي عجت ببابه الأصوات فلهجت بالمعذرة والمسائل والحاجات، فكان الله ولم يزل بها رحيما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إذا أحب الله التائبين، لا إله إلا الله إذا أحب الله أهل الإيمان، ولا إله إلا الله إذا أحب الله التائبين وشملهم بالعفو والإحسان. أين نحن عن فضائل الله على عباده؟ قف وتأمل، فكر وتفكر. إذا أقبلت على الله والله ما إن تفكر في العودة إلى الله، ولو أتيت بالذنوب والخطايا فتبدأ بالوضوء حتى لو كان أول وضوء لك في حياتك، فتتنزل عليك المغفرة، تتنزل عليك الرحمة، ويقولها لك نبيك عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يقرب وضوءه أي الماء الذي يتوضأ به فيغسل وجهه إلا خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وأنه إذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وأنه إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فتخرج بعد وضوئك مقبلا تائبا، تأتيك البشرى الثانية من الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام: وما من عبد يخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله فيرفع قدما أو يضع أخرى إلا تحاتت عنه ذنوبه وخطاياه، فلا إله إلا الله. فتنهال عليك الرحمات والمغفرات من رب الأرض والسماوات. وما من عبد يصلي صلاة في بيت من بيوت الله ثم يجلس في المسجد ينتظر الصلاة بعدها إلا تحاتت ذنوبه ومحيت خطاياه. وما من عبد يذكر الله عز وجل فيتلو كتابه ويتأثر بآياته وينكسر لعظاته فتحرك في قلبه عظمة الله وتوحيد الله إلا غفرت ذنوبه. وما من عبد يخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله فيجلس في مجلس يذكر فيه الله، جلس لله، جلس لله وفي الله، ولربما لم يجلس قبل ذلك مجلس ذكر، ولربما لم يجلس قبل ذلك مجلس ذكر. فإذا جلس معهم صعدت الملائكة فسألهم الله عز وجل عن عباده وهو أعلم بهم، فيقول ما كان من شأنهم، فيقولون: أتيناهم وهم يسبحونك ويمجدونك. قال: ماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها لكانوا أشد شوقا إليها. ثم يقول: مما يستعيذون؟ قالوا: يستعيذون من نارك. فيقول: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها لكانوا أشد فرارا منها. فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا عبدا خطأ كثير الذنوب، إنما جاء لحاجة فجلس معهم. فيقول أرحم الراحمين، يقول الله وهو خير الغافرين: وله قد غفرت، وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيا من تؤخر التوبة، يا من تؤخر التوبة، إلى متى؟ إلى متى؟ من لك غير الله؟ من لنا غير الذي لا إله سواه؟ من لنا غيره لو أغلقت أبوابه وحاشاه؟ والله ثم والله ما أسعدها من لحظة التي يشعر الإنسان فيها أن ربه قد تاب عليه، ولا أسعد من اللحظة التي ينكسر فيها العبد لربه ومولاه. والله لو سألت عبدا صالحا عن أسعد لحظة مرت به في حياته لقال لك: حينما رحمني الله بالإنابة إليه. من تاب إلى الله يا عباد الله، من تاب إلى الله تاب الله عليه، ومن أناب إلى الله أحبه الله وأواه.
بل وفقه لكل خير، والله ما إن يعود إلى الله حتى يقذف الله في قلبه أنسا ولذة وسكينة لا يعلمها إلا من ذاقها وجربها.